بناء على قرار النيابة العامة بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية المغشوشة والمنتهية الصلاحية والتي تم مصادرتها والتحفظ عليها في واقعة قضية مستودع الهملة وذلك على نفقة المحكوم عليهم، فقد قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتنفيذ عملية الإتلاف لتلك المواد بالتنسيق مع الجهات المختصة. وصرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز محمد الأشراف بأنه سبق وأن حكمت المحكمة في قضية مستودع الهملة بحبس المتهم الأول والثاني لخمس سنوات مع النفاذ والغرامة 5000 دينار لكل منهما عن جميع التهم المسندة إليهم، وبحبس المتهم الثالث 3 سنوات مع النفاذ والغرامة 2000 دينار عن جميع التهم المسندة إليه، وبتغريم المتهمة الرابعة إحدى الشركات 5000 دينار عن جميع التهم المسندة إليهم، وإبعاد المحكوم عليهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وبين الأشراف بأن الوزارة تلقت مؤخرا من النيابة العامة القرار بمصادرة وإتلاف المضبوطات، وتم التنسيق مع المختصين بوزارة الداخلية ووزارة الصحة وبلدية المنطقة الجنوبية بإعدام جميع المضبوطات في مكب عسكر لإدارة النفايات، علما بأن المنتجات كانت مخزنة في مستودعين وتقدر بحوالي 94 ألف منتج غذائي، وقد استلزم نقلها وإتلافها جهودا كبيرة نظرا للكميات الهائلة المضبوطة ولسوء تخزينها. اليوم ينتهي الفصل الأخير من قضية مستودع الهملة اللي كان فيه مواد المنتهية الصلاحية، حيث تلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أمر من النيابة بإتلاف ومصادرة المضبوطات في هذا المخزن، فتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة وأيضا مركز الشرطة في المنطقة الجنوبية لعملية الإشراف على إتلاف هذه المنتجات. وطبعا تعود هذه القضية من العام الماضي في فبراير اللي اكتشفنا فيها هذا المخزن واللي يحوي فيه أكثر من تقريبا 94 منتج منتهي الصلاحية موزعة في هذا المخزن، وكميات قليلة أيضا في مخزن في منطقة أخرى. فتم اليوم عملية اللي هو التنسيق لإتلاف هذه المنتجات، وإحنا نؤكد أن كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة التفتيش بتعقب مثل هذه القضايا اللي تضر المجتمع واللي هي غريبة عن واقع المجتمع البحريني بعملية تزوير تواريخ لمنتجات وإعادة بيعها وطرحها في الأسواق. بناء على قرار النيابة العامة تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإتلاف المواد الغذائية المغشوشة. طبعا هذه القضية اشغلت الرأي العام، وحاب أطمن المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين قامت إدارة التفتيش بالتنسيق مع عدة جهات بإتلاف هذه المواد الغذائية اللي تقدر ب 94 ألف منتج غذائي. طبعا اسمه تشوفون هذه المنتجات تروح مكب عسكر، راح يتم إتلافها جميعها. بالإضافة إلى ذلك احنا تأكدنا من صوبنا كإدارة تفتيش أن هذه المنتجات ما نزلت في الأسواق والله الحمد،